فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من خرج من معتكفه في الحرم وذهب إلى جدة ثم رجع في نفس النهار، هل هو باق على اعتكافه أم يبطل؟ على نيته، حسب نيته. والخروج إذا كان هذا لحاجة وضرورة ما يقطع الاعتكاف، أما إذا كان لغير حاجة فهو يقطع الاعتكاف، لكن تستأنفه بعد ذلك تواصل. نعم.